السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم بعد الفاصل ومعانا مفاجأة الحلقة الأستاذة بسمة ديودار، هرم مصر الرابع في استيراد البروتين. اهلا بيكي ممكن استاذه تعرفها بسمه. اهلا بيكي يا حبيبي. استاذه بسمه ديودار صاحبه شركه كوزماتيك بيدين، متخصصه في استيراد المنتجات البرازيلي، وصاحبه اكاديميه بيدين تعليم فن التجميل، ملقبه بهرم مصر الرابع في تطبيق البروتين. والله انا مش بحب اللقب ده. معلش بقى، هو طلع لا كده. هو اللقب بتاع حضرتك يعني سابق المكان بتاعك. الله يخليك، تسلمي. هو اللقب ده طلع عليا من حوالي 5 سنين. كنت اول واحده ابدا اجمع الكوافيرات في جروب واتس وابدا اعلمهم ازاي يطبقوا كويس. طب حضرتك بدأتي المشوار ده من كام سنه اصلا؟ من ايام الكيراتين حوالي 12 سنه يعني او اكتر، مش حلو عارفه قوي. بالظبط. حلو قوي في موضوع الكرياتين. يبقى احنا عايزين اول حاجه نتكلم عن ايه الفرق بين البروتين والكرياتين. الكرياتين ده اهم حاجه، ايه الفرق بينهم؟ الكيراتين ده كان يعني بدايته كيراتين قبل البروتين، هو يعني الاثنين حاجه واحده. مع ان دلوقتي بيقول لي ان الكرياتين هو اللي بيضر الشعر والبروتين هو اللي حلو جدا. لا مش كده، هو الكيراتين اول ما بدا كان معتمد على ان هو يرجع الماده اللي الشعر فقدها، يعني الشعر ده فقد ماده الكيراتين الطبيعي فاحنا بنرجعه تاني، مش مهم فرد. كانت بتبقى الشعريه طريه وكويسه بس ويفي، مش مفروده ليس. فبدأوا يضيفوا لها حاجة علشان تحفظ الكيراتين داخل الشعراية، فورمالين. فبدأوا يضيفوا عليه فورمالين. فبدأ الفورمالين ليه أخطار كتيرة جدا في التطبيق وبعد التطبيق كمان، طب فبدأ حضرتك يبقى سمعته وحشة. أنا أعرف إن الفورمالين من الحرارة بيتحول لمواد الفورمالين مادة قابلة للتحويل، بتتحول من مادة لغاز سام بيترسب في الرئة والحنجرة يعمل خلايا سرطانية. فاما حصل المشاكل كتير قوي بسبب الكيراتين، غيروا الاسم من كيراتين لبروتين، بس هي الفكره واحده. بس الفورمالين طبعا نسبه الفورمالين في البروتين دلوقتي اقل ما بقاش بكتير في من فورمالين الكيراتين. دلوقتي في احماض امينيه بتحفظ البروتين، فالموضوع اختلف تماما. طبعا في الانواع النظيفه المستورده، وفي بعض الانواع المصري برضو يعني ماشي حالها. بس ماده الفورمالين دي ماده حفظ، انا اعرف ان هو كل لتر لازم يبقى فيه مثلا 2% حتى على الاقل. 2.1% صح كده؟ دي نسبه مصرح بيها. أيوة. دوليا. لكن عشان بس هو الناس ما تخافش يعني. زمان كان يعني ماده زي السيرابي مثلا كان نسبه الفورمالين فيها 15%. طب استاذه بسمه، عايزينك بس تكلميني عن الشركه بتاعتك. شركة بي دي كوزماتيكس متخصصة في استيراد المنتجات البرازيلي. في أكتر من منتج، لأن طبعا مثلا الميك اب انتي البيضة غير السمرة، كل واحدة ليها باودر أو ميك اب معين. طب سمعت إن حضرتك بقى بتدي كورسات، ممكن تكلميني عن الكورسات بتاعتك؟ الكورسات بتكون متخصصة، لأن أغلب الناس طلع سمعة دلوقتي إن البروتين بيبقى الشعر، دي مش حقيقة. دي البروتين حقيقة، أنا كل البنات بتخاف منها. البروتين مش بيوقع الشعر، ليه كل التطبيق البنات تقول الغلط. لك البروتين هيوقع شعر، البروتين هيضعف الشعرايه؟ التطبيق الغلط هو اللي بيوقع الشعر. يعني العيب في خبيره التجميل برضو اللي هي بتعمل في التطبيق والبروتين مع بعض. وفي انواع بروتين مش اصلي، هعرفك ازاي تعرفي الاصلي من المضروب. أيوة. وكمان ان انت مثلا واحده شافت خلاص كوافيره عملت لها بروتين فالفكره عجبتها، راحت طالعه اوكي جابت مكوى وبروتين من اماكن مجهوله، وبدات ان هي تقول على نفسها متخصصه، فده مش صح. طب حضرتك المنتجات اللي بتستورديها من البرازيل في الشركه بتاعتك دي عباره عن ايه؟ في منتج بيبي ماكاديميا، ده منتج في منتج خاص للاطفال. اوكي. في منتج خاص للاطفال، ده نسبه الاحماض فيه قليله جدا، معتمد على ان هو بيعالج الشعريه اكتر. يعني هو البروتين دلوقتي في نوع للاطفال وفي نوع للكبار؟ بالظبط. طب في نوع ما انا قلت لك، في انت مثلا كواحده بتحطي ميك اب بتجيبي درجه بشرتك، برضو في شعور انواع مختلفه زي البشره بالظبط. يعني البروتين ليه علاقه بلون بشرتي؟ لا مش فهماني. انا بديكي مثال ان البشره ليها كل واحدة ليها درجة. أيوة. كل واحدة ليها درجة. البروتين كل نوع شعر ليه درجة، الإفرو غير الويفي غير الكيرلي غير الأطفال غير الحامل. كمان الحامل ليها نوع بروتين معين؟ يعتبر الحامل والأطفال نوع واحد عشان البيبي. يعني نسبة العلاجي فيه أكتر والأحماض أقل، وكمان المواد القابلة للتحويل مش متضافة فيه. طب ممكن تكلمينا إزاي بتبدأي جلسة البروتين؟ في الاول تحضير، لازم الاول يعني العميله جايه تحجز لازم اعرف تاريخها المرضي،
يعني ايه تاريخها المرضي، يعني عملت مثلا انواع فرد ايه قبل كده الشعرية نفسها اتعرضت لإيه؟ بالظبط، لو في تساقط اعالج التساقط الاول، لو في قشره اعالج القشره الاول، لو في شعرايه ضعفانه اعالجها الاول، لو في شعرايه نصها مثلا بيبقى في ناس صاحبين اللون ففي جزء من الشعر لونه مسحوب او معمول انواع فرد رديئه، فلازم اعالج ده الاول قبل ما اعمل طب البروتين. جلسات التحضير دي ممكن توصل لقد ايه؟ اسبوع اسبوع تحضير بس؟ يعني مثلا حاجات مختلفة، القشرة يوم يعني بعالجها في وقتي، التساقط لازم اعرف السبب عشان اعرف اعالج. طب ازاي بعد ما اعمل البروتين اعتني بشعري واخليه ما يقعش؟ راجع لمجموعة الحماية اللي بعد البروتين دي، حالة عشق ممنوع ما بينها وما بين البروتين، لازم الاتنين يكملوا بعض، اللي ما هي ايه ينفعش العناية دي بس اكتر. عشان مجموعة مجموعة العناية العناية؟ بتكون عن شامبو خاص بيعتمد على انه بيسحب المادة الدهنية، لان الشعر بيعرق بيترسب دهون على الفروة، فلازم ان احنا نشيل ده باستمرار عشان ما يحصلش ترسبات وتراكمات تعمل طبقة من القشرة مثلا. لازم يكون الشامبو كده البلسم يكون اكتر في مواد ترطيبية للشعراية، تعمل كفر خارجي على الشعراية علشان ما يحصلش بعدها تعرق فالبروتين يفك. الناس بقى وكذلك دلوقتي بيقولوا لك ان البروتين، تيجي تقول لك انا عايزه اعمل بروتين، طب هو بيروح بعد قد ايه؟ لا هو مش ايه اللي حتة بيروح بعد قد ايه ده بقى؟ هو مش حتة بيروح، يعني ما فيش حاجة اسمها كده، هي خلاص بتقول لك الشعراية بيروح. اللي اتظبطت معايا خلاص اوكي مش بيروح منها، لكن انا مش هقدر اوقف نمو الشعراية اللي طالع جديد. هو اللي المفروض بيرجع ان هو زي يكون القديم احسن من ولا الاول احسن؟ لو المجموعة العناية كويسة وفري صوديوم وفري سودفات، المفروض ان كده بتطلع احسن. حضرتك بتعالجيه، يعني بالظبط. بتخليه شكله حلو وكمان بتعالجيه. بصي هقول لك على حاجة، امراض الفروة غير امراض الشعر، فانا تمام. دلوقتي الشعرية طالعة بطبيعة بطبيعتها، يعني لو انت جبتي باودر يعني حلو جدا وانت تمام. اصلا سمراء هيغير طبيعتك؟ لا هو هفضل سمرة. طب هو بس البروتين مادة تجميلية بيعالج امراض الشعرية مش امراض الفروة. امراض الفروة شق وامراض الشعرية شق تاني، الجزء اللي البروتين بيعالجه الموجة، التشابك، التقصيفة، الهشان، الحاجات دي امراض شعر. تنصحي بإيه بنوتة مثلا على طول بتخرج بشعرها، فعايزة على طول شعرها يكون ظاهر بشكل كويس جدا ما يتغيرش، وما تقولك تعملش بروتين البروتين؟ مثلا، لا عملته بروتين وعايزة خلاص بقى يبقى شكله كويس على طول، تعمله كل قد هو ايه؟ المفروض خلاص شكله كويس كل 6 شهور تعمل إعادة للجذور فقط. إعادة للجذور فقط. يعني اللي طلع جديد هو اللي يتعمل بس كده، التكلفة هتبقى قليلة عليها لأن هي مش هتعمل اللي تحت. لو المتخصصة بروفيشنال أكيد اللي تحت مش هيحتاج إعادة. طيب ممكن احنا مش عايزين نتكلم بقى عن الكلام مثلا اي حد، برضو اي واحدة متخصصة، اي واحدة خبيرة بروتين، اي واحدة، لا احنا عايزين بقى نكتسب من خبرة استاذة بسمة ديودار في موضوع البروتين نفسه. مش عايزين بقى نعرف الشعر كله قال الشعر بيتجهز ازاي، الشعر لا، احنا عايزين بقى نتكلم عن حضرتك البروتين عايزين نفسه. نستفاد بالخبرات بتاع حضرتك انتي، المجال بالظبط بتاع حضرتك انتي، لان انتي ما شاء الله يعني معروفة معروفة. للربع. شوفي حضرتك، بصي يا حبيبتي، انتي كعميلة طبعا انا مش هكلمك في مكونات احماض اكيد طبعا. ومواد ترميمية، انتي مش هتفهميها، طبعا احنا لكن انا بننصح كعميلة اللي مثلا توعى داخلة داخله كوافير تعرف داخلة كوافير ازاي اعرف البروتين ده ازاي مضروب ولا البروتين مش دوت مضروب. كويس او وحش. اول حاجة بعتمد عليها الحواس الخمسة. لو البروتين اللي بيتطبق لي عمل حرقان في عيني، في مناخيري، في زوري، اعرف ان هو في مواد قابلة للتحويل، ابعد عنه فورا لانه بيعمل خلايا سرطانية. الدخنة بتكون اوفر، يعني الانواع الموجودة دلوقتي طب هو الطبيعي خالص المفروض بيعمل دخنة ولا ما بيعملش؟ ما يعني الدخنة دي بيكون بخار مية اللي هي حاجة كده ما حاجة تحسيهاش. خفيفة جدا لكن ولا تحرق ولا تضر حد. وفي حاجة برضو عشان ما نظلمش الناس، ان في بعض الانواع بيكون الترطيب فيها عالي، بدليل ان انت ممكن تعملي بيبيليس عادي جدا ويحصل برضو دخنة. ده بيحصل ففي وتقولك دخنة اصلي سامة. شعرك فيه زيت، شعرك فيه اوكي حاجة. اوكي ايوه بالظبط معاكي، كده. في دخنة سامة وفي دخنة مش سامة، في دخنة ترطيب زيوت، وفي دخنة اللي هي مواد قابلة للتحويل، لما تأذيكي الدخنة دي تبقى مدخنة سامة، ده دموع دموع، حرقان، وحقن كده حاجات كده في الزور. وكحة بالظبط. بالظبط كده. فنصيحتي لأي عميلة
لما يجي لك مثلا كوافير في البيت او انت رايحه للكوافير، اعرفي الاول الماده اللي انت شغاله بيها ايه، اعملي سيرش عليها، شوفي اراء الناس، شوفيها هي ماده مستورده ولا ماده مصري. مش عيب ان هي تبقى ماده مصري، بس اعرفي الكواليتي بتاع العميله نفسها المتخصصه اللي جايه تشتغل لك، شوفي الاي دي بتاعها ان كانت هي دارسه الموضوع ولا مجرد حد جاب مكوى ووقف اشتغل. حضرتك تحبي تقولي كلمة أخيرة للمشاهدين بتوع ما حضرتك انا بقول لهم اهو. عشان بس هنختم. بقول لي يا جماعه البروتين ما بيوقعش الشعر، البروتين ماده تجميليه بتعالج امراض الشعرايه مش امراض الفروه. في انواع كتير مش كويسه، وفي انواع كتير كويسه، اعرفي ايه اللي انت بتاخديه عشان تعرفي تحافظي على مظهرك، لان ده جمالك وده تاج المراه طبعا. عايزين عرض، عايزين عرض بس من عشان حضرتك. خاطر برنامج جمال طب فعلا. انا كشركه منتجاتي متوفرة للسناتر، فالعرض ده يكون للسناتر، لأن أنا مش جمهور، أنا جو يعني أيوة. تسويق سناتر، ايوه، لأن المادة مثلا البروتين مش أي حد يعرف يطبقها، يعني كل فأنا أصلا منع، المتخصصات. أنا منع البيع للجمهور، لازم المتخصصة اللي تشتغل بمنتجي أصلا تكون دارسة ودارسة في الأكاديمية عندي، برافو برافو وتكون عارفة هي نوع المادة اللي هي شغالة بيها تناسب أي نوع شعور. برافو، فالعرض كويس هيكون جدا. للكوافيرات والمتخصصات، ان كل لتر تاخد عليه 100 جرام هدية علشان تجرب المنتج قبل ما تفتحه. بفكركم برضو بعرض أستاذة نيفين، إن هي عاملة خصم 20% او مجموعة افتر أو كير مجموعة على كل شعر هتعمله هدية. وطبعا عرض أستاذة إيمان، هي عاملة عرض 50% خصم خالص في البيوتي سنتر الجديد بتاعها. ونختم، شكرا ليكم، ونختم الحلقة بتاعتنا، وشكرا بجد للضيوف بتوعنا الجمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.